مساء الخير، مساء السعادة والمحبة ورمضان كريم، كل عام وانتم بألف خير، يا رب صحة وسلامة وكذا. يوم رجعنا طبخة جديدة وأكيد حكون ترتيبنا غير شكل. اليوم حيكون عندي طبعا اللي طلبته البسبوسة، أوكي، وطلبته عصير النوم بصرة، راح يكون موجود ويانا، وطلبته مني صلصة المناسبات اللي هي دائما يقدموها بالمناسبات راح تكون موجودة وياها. اليوم ممكن طبقنا الرئيسي ما راح يكون بذكر، راح يكون عندي شيء خفيف من طبق رز صغير مع قطع دجاج، فقط دجاج او دجاجه كامله شو تحبون تضيفون، نسلقها نسوي لها شويه صوص ونخليها داخل الفرن، اوكي، وراح نخليها ويا الرز اللي موجود ونقدم وياها صوص المناسبات راح يكون موجود ويانا. واكيد هنا راح يكون عندي اكيد العصير النوم بصله اللي طلبتوه، هذا عصير النوم بصله راح يكون عندنا طبعا مقاديره قليله، بس يكون شغله لازم يكون خلال 12 ساعه، يعني راح ناخذ نوم بصله نكسره ونضيف له لتر مي نفوره على النار ونتركه 12 ساعه ينترك، ولا ما ينترك 12 ساعه راح نطلعه ونصفيه، اوكي، او نضربه بالخلاط ونرجع نصفيه، وراح ناخذ نضيف له السكر، وراح اضيف له شويه، وراح اضيف له شويه من الهيل، حبتين من الهيل او ثلاثه حبه من الهيل حتى نقتل الزفره اللي دائما تكون بالنوم وبصره. اوكي، مثل ما تشوفون ويا طبختنا ويا مخرجنا شونك ويا كادرنا الجميل، اكيد شكر الى شركه مطابخ عمده ميلانو للديكورات، واكيد شكر الى مطعم وكافيه مود ميسلون الشارع الخدمي. هسه مثل ما شفنا راح نبلش، بما نبلش طبعا شغلاتنا هواي اليوم، نبلش منا مخرجنا شو تقول مين؟ منا يلا، لا الدجاج اول شيء. الدجاج حتى شنو ناخذ مجال للفرن، اوكي، اكيد راح تكون الارقام اسفل الشاشه، ممكن نحب يستفسر على اي طبخه وشوف ايش طابخنا اليوم. هنا نسولف شويه على الدجاج اللي ضايف وياه حبه من الثوم، حبه من الطماطه، حبه من البصل، افخاذ الدجاج مغسوله غسله حلوه، خليتها تغلي، شلت الزفره اللي موجوده، وضفت حبه من الثوم كامله، وضفت حبه طماطه وحبه من البصل، ضفتها بهذا الشكل حتى شنو، طبعا هذا الماء راح يكون عندي موجود، راح اضيف اشتغل ويا الرز وراح اشتغل ويا اخذ من عنده للصوص، راح يكون موجود. هاي راح تكون المقادير على الشاشه، هاي مقاديرنا على الشاشه اللي هي تكون صلصه المناسبات، واحد حبه من الباذنجان، راح يكون عندي واحد حبه من الطماطه، واحد حبه من البصل، حبه من الفلفل الاخضر، ربع كوب من الزيتون بدون نوى، يعني الزيتون يكون الحلبي او الزيتون العادي، يكون عندي رشه معدنوس، واحد ملعقه طعام معجون، ثلاثة ملعقة طعام كتشب، واحد ملعقة طعام شطة، كركم زائد كاري، فلفل أسود زائد السماك راح يكون موجود يانا، وكذا راح يكون يانا ملح، عصرة ليمون، وراح يكون عندي هنا مال دجاج موجود ويانا. هاي المقادير، ناخذ وراها شنو راح يكون عندي؟ البسبوسة، هنا 2 كوب من السميد الناعم، 1 كوب زبدة مذاب، راح يكون عندي 1 كوب من مبروك جوز الهند، 1 كوب من القشطة، 1 كوب من لبن الزبادي، 1 كوب من السكر، 1 كوب من حليب السائل، 1 ملعقه كوب بيكنج باودر، 1 ملعقه كوب من الفانيلا. هاي مقاديرنا، شنو عندنا بعد؟ ها عندنا بعد هوايه. اوكي، هذا النوم بصره راح يكون عندي مثل ما نشوف، نوم بصره خشن اسود ربع كيلو، راح طبعا نكسره ونضيفه ويا 1 لتر من الماء، 10 دقائق عندنا يغلي يترك يوم كامل، يعني 12 ساعه. سكر 1 كوب، هاي من ورا 12 ساعه وراح نحول للخلاط، سكر 1 كوب راح يكون عندي اربع حبات من الهيل راح اضيفها بالخلاط واخلطه، يعني هو والقشر مالته اللي موجود عندي، نختار حبات النوم بصره الخشنه السوداء، طبعا معروفه اي عطار راح نروح له راح اقول له اعطيني نوم بصره مال عصير، اوكي، راح يعطينا حبات الكبار يختارها، طبعا هاي الحبات حتى من نسويها باليد هيك حتى صبو غذب، من نسويها هيك باليد راح تتدمر ايدنا، اوكي، هو هذا الصح اللي دائما يشتغلوا للعصار اللي هو النوم بصره، قلنا نضيف وياه سكر وحبات هيل
نخلطه بالخلاط وراح تكون الامور اوكي. يلا حتى الوقت ما ياخذنا نبلش. نجي هنا بالبدايه شنو؟ عندي صينيه، صينيه الشواء راح تكون صينيه الشواء دهنها بزبده اوكي، ندهنها بزبده مثل ما نشوف.